السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي متابعي قناة الأستاذ التعليمية، أهلا بكم معنا من جديد في درس جديد من دروس دورة الفوتوشوب CS6. عرفنا الحلقة اللي فاتت إزاي هنقدر نفتح برنامج الفوتوشوب، وعرفنا الفرق بين الفوتوشوب 32 بت والفوتوشوب 64 بت، وعرفنا إيه هي الورك سبيس، وإزاي إن إحنا نضيف ورك سبيس جديدة أو نحذفها، وإزاي إن إحنا نرجع الورك سبيس مكانها عن طريق ريسيت. طيب في الدرس ده ان شاء الله عاوزين نعرف ازاي نتحكم في النوافذ بتاعت الفوتوشوب، لان الفوتوشوب بيدينا نافذة مرنة جدا، يعني اقدر ان انا اتحكم في كل عنصر من العناصر الموجودة في النافذة بمزاجي، زي ما انا حابب اشوف البرنامج او زي ما انا حابب ان انا اتعامل مع البرنامج. لو احنا جينا بصينا هنا على الشمال هنلاقي قائمة اسمها او نافذة اسمها التول بوكس. لو احنا بصينا فوق على الشريط الصغير اللي فوق ده هنلاقي فيه سهمين صغيرين جدا، لو احنا ضغطنا عليهم النافذة زي ما احنا شايفين كبرت، حصل لها كولابس. لو احنا ضغطنا على السهمين تاني هيبدأ ان هي تصغر تاني. تمام، لو احنا جينا رحنا الناحية التانية هنا هنلاقي برضو نفس السهمين في النافذة دي، لو احنا ضغطنا عليها لو احنا ملاحظين هنلاقي مكتوب عليها اكسباند بانل. لو ضغطنا عليها كده زي ما احنا شايفين حجمها كبر، ممكن ان احنا نضغط عليها تاني وحجمها يصغر. لو جينا بصينا في نفس البانل دي عند الايقونة دي او دي هنلاقي في فوقيها خط منقط صغير كده، لو احنا ضغطنا على الخط ده وسحبنا كده النافذة هتقدر تتحرك معانا وهيظهر معانا السهمين اللي احنا نقدر نعمل منهم اكسباند. لو ضغطنا عليها زي ما احنا شايفين حصل للبانل اكسباند، ممكن ان احنا نتحكم في حجم البانل ديت من الكورنر، زي ما احنا شايفين في مثلث صغير كده، لو احنا ضغطنا عليه نقدر ان احنا نتحكم في حجم البانل دي. طيب لو احنا عايزين نرجعها مكانها، شايفين الخط اللي هو اللي فيه السهمين، هنضغط عليه ونسحب نروح عند البانل اللي جاية منها. زي ما احنا ملاحظين الخط الأزرق، في خط أزرق ظهر، أول ما يظهر نقدر إن احنا نسيب البانل دي. ممكن إن احنا نرجع نطلع دي كده ونطلع دي كده، كده البانل اختفت عندنا. طب نرجعها ازاي؟ احنا جايين ماسكين من نفس المكان اللي احنا مسكناه المرة اللي فاتت ونسحب بالراحة خالص، عايز يظهر لنا الخط اللي بالطول ده، هنقدر ان احنا نسيب ونصغر ونرجع البانل التانية. ممكن ان احنا نعمل بانل جنبها، ممكن ان احنا نحطها مكانها، ممكن ان احنا نشيلها نحطها فوق هنا زي ما انتم شايفين المربع الازرق اللي ظهر ده، ممكن نشيل دي كمان نحطها هنا، ممكن نرجعها تاني. زي ما احنا عايزين هنتحكم في البانل بتاعتنا، ممكن ان احنا نشيل دي نحطها كده، ممكن ان احنا برضو لو بصينا فوق على الشريط الصغير ده هنلاقي سهم، السهمين الصغيرين دول هنضغط عليه زي البانلز بتاعتنا هنا صغرت، ممكن ان احنا نجاين مصغرين من هنا هيظهر لنا ايقونات بس. لو احنا كبرنا السهمين دول يطلعوا مكبرنا كده هيظهر لنا الايقونات وجنبها التكست اللي بيعرف الايقونه دي اسمها ايه. طيب لو احنا عايزين نرجع زي كل حاجه زي ما كانت، لو احنا فاكرين من الدرس اللي فات هنروح على ويندوز وورك سبيس ونختار منها ريسيت، كل حاجه هترجع زي ما كانت في الاول. يبقى احنا كده عرفنا ان الفوتوشوب بيتيح لنا نافذة مرنة نقدر ان احنا نتحكم في البانلز اللي موجودة فيها زي ما احنا عايزين. طيب لو احنا عندنا صورة او ملف بي اس دي موجود، البي اس دي ده اللي هو الفوتوشوب ديزاين اللي بيبقى موجود فيه اللايرز، كل ده هنتعرف عليه بعد كده ان شاء الله. لو احنا حابين ان احنا نفتح صورة عندنا طريقتين، يا اما ان احنا نضغط على فايل ونختار منها اوبن هيفتح لي الملفات، نختار من الكمبيوتر بتاعي الملفات اللي احنا عايزين نفتحها سواء بي اس دي او صورة،
عندنا مثلا هنا في دي صورة، هنا ملف دي اس دي، لو احنا جينا فتحنا الصورة كده بالضغطتين فتح لي صورة عادي. لو او الطريقة التانية ان احنا نعمل كنترول، نضغط على الكنترول نعلق عليه ونضغط على حرف الاو زي ما احنا شايفين فتح لنا برضو نفس النافذة اللي احنا كنا عليها من شوية. ممكن ان احنا بقى نفتح المرة دي ملف بي اس جي عادي، اوكي زي ما احنا شايفين هنا فتح لنا الملفين بطريقتين مختلفين، يا اما من اوبن، لو احنا بصينا حتى جنب اوبن هنلاقي مكتوب كنترول زائد او، تمام. واحنا ممكن برضو نتحكم على فكرة في النوافذ اللي احنا بنصمم فيها، ممكن ان احنا نجي ساحبين دي كده وساحبين دي كده، فصلنا الصورة او الملفات اللي احنا بنتعامل معاها فصلها لنا عن البرنامج. ممكن ان احنا نكبرها خالص كده عن طريق الايقونة دي، ان احنا نضغط كده او كده، او ان احنا نضغط ضغطتين ورا بعض على الشريط بتاع المعلومات، تمام. طيب لو احنا حابين نرجعها تاني نضغط على الشريط المعلومات ده ونسحب ونطلع فوق، اول ما يظهر لي المربع الازرق نبدأ ان احنا نسيب. ممكن ان احنا جايين مرجعين دي كده ونجي هنا ونسيب، رجعت كل حاجة زي ما كانت. نقدر ان انا نقفل النوافذ زي ما انا عايز او نتعامل معاها. طيب احنا لو احنا ضغطنا على كنترول واو او اللي هو الفايل اوبن ظهر لنا ملف البي اس دي بالشكل اللي احنا شايفينه ده. طب لو احنا عايزين نشوف الملف من جوه من غير ما نفتحه، يعني عايزين نشوف المحتوى زي الصورة دي كده، نعمل ايه؟ الفوتوشوب ضاف حاطط لنا اضافة او برنامج ملحق بالفوتوشوب اسمه بريدج، ممكن ان احنا نخش عليه من قائمة فايل ونقول له براوز ان بريدج، نستنى ما البرنامج يحمل. لو جينا بصينا تحت هنلاقي مربع ومكتوب فيه حرف البي ار. لو احنا نفتكر لو دخلنا على الفولدر ده زي ما احنا شايفين هنا الملف بي اس دي بي اس دي، ودي الصورة بتاعتنا جايب لنا المحتوى بتاع الملف، او ان انا اقدر اشوف الملف من جوه. اقدر من هنا لو وقفنا عليه اشوف الصورة من هنا، اقدر ان انا اعمل لها زوم اشوف المحتوى بتاعها، اقدر ان انا اشوف الخصائص الفايل بروبرتس بتاعت الملف ده، الريزوليوشن بتاعها قد ايه، كان التاريخ بتاع التصميم بتاعها او الحجم او الطول والعرض بتاع الصورة او الملف او المحتوى بتاع الملف، تمام. لو احنا جينا ضغطنا ضغطتين هيفتح لنا البرنامج عادي جدا، او هيفتح لنا الملف ده زي ما احنا شايفين. طيب لو انا عايز افتح اشوف المحتوى بتاع البي اس دي ده من غير ما انا اطلع عن برنامج الفوتوشوب او يجيب لي البرنامج بتاع البريدج ده، ممكن في حاجة اسمها ميني بريدج، ده بيفتحها اسفل البرنامج الفوتوشوب بحيث ان انت وانت بتتعامل تقدر ان انت تشوف اللي انت عايزه. من قائمة فايل هنختار منها براوز ان ميني بريدج، هنستنى ما يحمل، هقول له لانش بريدج. يبقى بعد ما عملنا لانش بريدج هيظهر لنا الملفات زي ما احنا شايفين اسفل البرنامج واحنا شغالين عادي. زي ما احنا شايفين هنا ملف بي اس دي، هنا برضو ملف بي اس دي، هنا جي بي جي، تمام. ممكن ان احنا بقى نخفي الميني بريدج ده، ان احنا نيجي عند الايقون التاب دي ونضغط عليها ضغطتين، اي تاب عندنا ممكن ان احنا نضغط عليها ضغطتين تظهر زي ما احنا شايفين كده. ممكن ان نيجي عند البانلز دي ممكن احنا نضغط على الادجستمنت ضغطتين هتبدا تصغر وكبرت لنا المساحه بتاعه اللاير. ممكن ان احنا نضغط على ضغطتين تاني نكبرها، او الكالر او السواتش زي ما احنا عايزين من خلال الضغطتين دول. بكده نكون وصلنا لنهايه الحلقه بتاعتنا.
عرفنا ازاي ان احنا نتعامل مع البانلز بتاعتنا اللي موجودة، وازاي نكبرها وازاي نصغرها وازاي ان احنا نتحكم فيها ونحركها في اي حتة احنا عايزينها، وعرفنا ازاي ان احنا نفتح الصور، وعرفنا من خلال الفوتوشوب ان في حاجة اسمها بريدج وميني بريدج، ديت ان احنا نقدر نشوف اللي داخل ملف البي اس دي او ملف التصميم بتاعنا، نقدر نشوف المحتوى بتاعه. استنونا ان شاء الله في الحلقة الجاية مع شرح جديد، وان شاء الله نتعمق اكتر في برنامج الفوتوشوب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا له لايك وشير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة عشان يوصلكم كل جديد.